أمر جعله يصل إلى هذا الأفق المسدود فاستقال. عبر الهاتف من بيروت معي عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، أهلا بك. الآن ما الذي ينتظره اللبنانيون باعتقادك؟ هل أمام إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة، أم أن الأمر قد يتعثر بما هو أسوأ؟ يعني الأمور رهن التطورات القادمة، ولكن لابد أن يصدر موقف من رئاسة الجمهورية يقبل استقالة الرئيس سعد الحريري وتعيين موعد استشارات. الأمر بشكل أساسي يتوقف على رغبة الرئيس سعد الحريري بالعودة إلى رئاسة الحكومة. نحن نتابع وسنرى. طيب ما صحة ما قيل بأنه هذه الاستقالة كانت مفاجئة، يعني بمعنى أنه سعد الحريري لم يستشر أحدا فكانت صادمة للرئيس وحتى لنبيه بري والكثير من الأطياف السياسية؟ يعني هذه الاستقالة أتت ضمن سياق استمر أسبوعين وتطور الأحداث، والرئيس سعد الحريري اتخذ موقفا وطنيا كبيرا، والرئيس سعد الحريري كان كبيرا بموقفه حين أصغى لمطالب الناس. على كل القوى السياسية أن تصغي جيدا وأن تأخذ بعين الاعتبار مطالب وطموحات الشباب اللبناني والشعب اللبناني. هناك وعي في لبنان تطور، وهذا الوعي يجعلنا أمام مرحلة ما بعد، مرحلة ما بعد 17 تشرين أول هي غير ما قبل 17 تشرين، وبالتالي هذا يفتح نافذة ونقاش جدي حول ضرورة الأخذ بمطالب الشعب اللبناني، وهذا يتطلب أيضا يعني إعادة النظر في هذا النظام السياسي انطلاقا من تطبيق مدرجات اتفاق الطائف. ما رأيك يعني في موضوع تأييد تكليف سعد الحريري مرة أخرى بتشكيل الحكومة؟ أعلن رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جملاط بالأمس إذا كان هناك استعداد لدى الرئيس سعد الحريري بالعودة إلى رئاسة الحكومة وفق قواعد جديدة. طبعا نحن كنا وسنبقى إلى جانب الرئيس سعد الحريري لأنه لديه حيثية واسعة ولديه قبول لدى الشعب اللبناني، وهناك تفاعل إيجابي من المجتمع الدولي مع الرئيس سعد الحريري، وخصوصا أنه كان قد قطع خطوات طويلة في موضوع يعني مشروع تمويل لبنان بموضوع الاستثماري. لهذا السبب إذا أراد أن يعود الرئيس سعد الحريري سنكون إلى جانب الرئيس سعد الحريري. طب ما هو الشعار كان كلهم يعني كلهم، يعني إذا ما كان المفروض أنه يكون سعد الحريري من ضمن من يطالب المتظاهرون باستقالته ورحيله وعدم العودة. مجرد سؤال أسأل. يعني نتفهم جيدا ونصغي جيدا لصرخات الشعب اللبناني، وهي تلاقي صرخاتنا منذ زمن طويل، ولكن يحتاج الأمر إلى قليل من الموضوعية. أولا ذكرت بما يمثل الرئيس سعد الحريري وقابلية طيف كبير من الشعب اللبناني لعودته أعتقد، وهذا ربما يتبين يوم بعد يوم. ولكن كلهم أولا لدينا يعني ملاحظات حول هذا الشعار، ومن يحدد يعني من يكون في البرلمان اللبناني هو الشعب، والشعب هو مصدر السلطات. ونحن ندعو في الحزب التقدم الاشتراكي واللقاء الديمقراطي لصياغة برنامج انتخابي أو قانون انتخابي جديد يفرز طبقة سياسية جديدة، هكذا نكون نعمل ضمن الأطر الدستورية والأدوات الدستورية. طب لماذا أمس وليد جملاط تطرق إلى موضوع نقاش سلاح حزب الله؟ يعني هل هذا في أوانه الآن؟ نريد أن نؤكد على مسألة. اليوم لبنان على مفترق طرق خطير وحاسم ومفصلي. اليوم نحن بغنى عن بعض المواد الخلافية الجديدة التي قد تدخلنا في صراعات إقليمية دولية لبنان لا يستطيع أن يتحملها في هذه اللحظة الحساسة من تاريخه. قد تأتي اللحظة المناسبة لنطرح كل المسائل الخلافية، ومنها سلاح حزب الله ضمن إطار طرح يعني مشروع الاستراتيجية الدفاعية. ولكن نحن نرى ووليد جملاط يرى
أن ليست هذه اللحظة المناسبة لطرح هذه المسألة الخلافية. لنكن واقعيين وموضوعيين، حماية لبنان هي مسؤوليتنا جميعا، لهذا السبب نتصرف بوعي وإدراك ومسؤولية، ونحن ضد إقصاء أي فريق ومكون لبناني، ولكن شعارنا الدولة أولا. نعم كان وسيبقى هذا الشعار. يعني ألا يفسر ذلك بأن جنبلاط كأنه في تصريحاته هذه يقترب أكثر فأكثر من حزب الله؟ غير صحيح على الإطلاق. نحن أوجدنا مساحة وسطية لأنفسنا منذ العام 2009، قام بهذا القرار الكبير وليد جنبلاط، هذا الموقف حمل لبنان. ليس الوقت الآن كي نقف على خط الزلزال الإقليمي والدولي. الوقت اليوم هو كيف نحفظ وطننا لبنان من تداعيات لا يقوى على تحملها بكل صراحة. ولنا رأينا من موضوع يعني هيمنة أي فريق على قرار الدولة اللبنانية، هذا موقف واضح ولا لبس فيه، ونناقش بكل موضوعية هذه الأمور من ضمن عقد وطني جامع يأخذ بعين الاعتبار أولا ملامسة الأوضاع الاقتصادية الخطيرة والنقدية، اثنين كيف نحمي لبنان من الانهيار والسقوط الاقتصادي والنقدي، من ثم ننحو باتجاه حوار وطني داخلي بكل هدوء بكل موضوعية، كيف نحفظ يعني لبنان واحدا موحدا ويكون القرار الأساسي والمركزي للدولة اللبنانية وليس لأي قوة إقليمية أو دولية أخرى. عبر الهاتف من بيروت عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، شكرا لك.